بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات. يسعدنا إن شاء الله أن نبدأ معكم المحاضرة الأخيرة في مساق أصول المحاسبة المالية اللي هي مبادئ محاسبة 2. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند نقطة كيف يتم إعداد قائمة الدخل، وشرحنا لكم من خلال المعلومات والبيانات التي توفرت لدينا عن حالة عملية إجراء القيود المحاسبية اللازمة للتسوية، ثم ما هو الهيكل أو الستركشر الذي يتم من خلاله إعداد قائمة الدخل. والآن نأخذ مثال تطبيقي نحاول من خلاله أن نترجم ما تم شرحه في محاضرة سابقة من خلال هذا المثال، ونضع الأرقام في مكانها السليم. المثال أمامنا، هناك أرصدة: مبيعات نقدية، مبيعات آجلة، مردودات مبيعات، مسموحات بضاعة أو المدة كذا كذا، كل هذه الأمور، هذه المعلومات المتوفرة عندي بدي نتعامل معها الآن، ونحاول ندخل هذه المعلومات ضمن إيش؟ قائمة الدخل. أول حاجة شرحنا لكم في قائمة الدخل بدنا إيش؟ بنطلع إجمالي المبيعات. عشان نطلع إجمالي المبيعات بدنا نشوف كيف الرقم نجيبه هذا. تعالوا بصوا معنا وين إجمالي المبيعات. هاي المبيعات النقدية 600 دينار، والمبيعات الآجلة 400 ألف دينار. خلينا نتكلم كده بدون ألفات مشان نسهل المسألة شوية. إحنا أول حاجة بنعملها لما نعمل قائمة دخل بدنا نطلع المبيعات، باعتبارها هي الإيرادات، هي المدخولات اللي دخلت علي. المبيعات هنا مقسومة قسمين: إما تكون مبيعات نقدية 600 خدنا نقدا، ومبيعات أجل 400. أصبح بنطلع إجمالي المبيعات بطلع الجواب عندي يساوي 1000 دينار، زي ما أنت شايفين 1000 دينار. الخطوة الأولى سهلة، بنجمع المبيعات وبنكتب إجمالي المبيعات. إيش حنطرح من إجمالي المبيعات مشان نصل إلى صافي المبيعات؟ زي ما اتفقنا في المحاضرة الماضية حنطرح منها مردودات المبيعات ومسموحاتها. قديش يا ترى مردودات المبيعات ومسموحاتها؟ ها امشوا مع بعض. بلغت مردودات المبيعات ومسموحاتها 10 دينار أو 10,000. أصبح بنطرح 10 هنا بالسالب، هي بين قوسين بطلع صافي المبيعات كام؟ 990. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثانية سهلة، أخذنا المبيعات طرحنا منها مردودات المبيعات، طلع عندي معادلة جديدة اسمها صافي المبيعات اللي قيمتها كام؟ 990. بس سهلة. الآن بدنا نشتغل على حاجة اسمها تكلفة البضاعة المباعة. تكلفة البضاعة اللي بعناها أو تكلفة المبيعات نفس المعنى. إيش مشان نطلع تكلفة البضاعة المباعة؟ زي ما اتفقنا بدنا أول حاجة نطلع بضاعة أول المدة. البضاعة إيش أول مدة؟ يعني البضاعة اللي كانت موجودة عندي عند ما بديت أشتغل. هاي بضاعة أول مدة كام؟ 65، زي ما أنتم شايفين 65. بنقل هنا 65 بضاعة أول مدة. إيش حنضيف لبضاعة أول مدة؟ بنضيف لها المشتريات. نضيف لها المشتريات، يلا مع بعض. وين المشتريات؟ هاي المشتريات، المشتريات الآجلة، المشتريات النقدية 30% من المبيعات النقدية. المشتريات النقدية 30% من المبيعات النقدية، يعني ناخذ المبيعات النقدية ونضربها كام؟ في ايش؟ في 30%. هاي 600 مضروبة في 30%. طبعا هالأرقام هذه ممكن تجيك جاهزة من الأستاذ العام يعني. اضرب بعدين، قال لك كمان المشتريات الآجلة 40% من المبيعات الآجلة. بنضرب 40% في المبيعات الآجلة 400، هاي اضرب اثنين مع بعض، 30 مضروبة في 600 بتجمع لها 40% مضروبة في 400 بيطلع الجواب يساوي 340. واحنا اتفقنا 340 اصبح بضاعة اول مدة زائد المشتريات بيعطيك اجمالي البضاعة الموجودة اللي عندي. لكن انا اتفقنا ايضا معاكم انه بدنا نطرح من اجمالي المشتريات حاجة اسمها ايش هي مردودات المشتريات. مشان ايش؟ مشان اصل الى صافي المشتريات. وبالتالي في هذه الحالة صافي مشترياتي كام انا؟ مجموع مشترياتي 340
مجموع مشترياتي 340، بينما أنا عندي مردودات مشتريات. قديش مردودات المشتريات؟ هي قيمتهم كام؟ قيمتهم 5 دينار. صار صافي المشتريات 235، 335. طيب الآن ايش هنعمل؟ بنضيف لها مصاريف المشتريات. مصاريف المشتريات كم هي؟ ها ارجع هنا، بلغت مصروفات نقل المشتريات 4 دينار او 4000، هنا طبعا شالت 3 اصفار. بلغت الرسوم الجمركيه على المشتريات كم؟ 10% من اجمالي المشتريات. بناخذ اجمالي المشتريات نضرب في 10% تساوي الرسوم الجمركيه. اصبح هنا هي 4 رسوم مصاريف نقل المشتريات عباره عن 4000، و4 4 سجلناها ب 4، ورسوم الجمركيه هي 34. كيف جبناها؟ ضربنا كل اجمالي المشتريات اللي قيمتها 340 دينار ضربناها في 10%، بيطلع الجواب يساوي 34000. 4 زائد 34 يساوي 38 دينار. اصبح كل مصاريف المشتريات، نقل المشتريات، جمارك المشتريات كلها يساوي 38 دينار. اصبح في هذه الحالة ايش حنجمع؟ حنجمع بضاعة اول مدة اللي 65 دينار زائد صافي المشتريات 335 دينار زائد الرسوم الجمركية ومصاريف النقل 38. ثلاث عناصر: 65 بضاعة اول مدة، صافي المشتريات 335، 38 مجمالي مصاريف الشراء جمركيا والنقل، بطلع المجموع كله كام؟ 438 دينار. اصبح 438 دينار هي عبارة عن ايش؟ اجمالي تكلفة البضاعة اللي انا عايز ابيعها، اللي تطلق عليها كده باللغة العربية الفصحى تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، يعني تكلفة البضاعة اللي أنا بدي أرغب في بيعها. حنيجي على بضاعة آخر مدة اللي اقترح هنا 20 دينار. منين جبنا 20 دينار؟ هنا السؤال بقول لك إنه بضاعة آخر المدة، ها قدرت بضاعة آخر المدة حسب التكلفة بقيمة 20000. طبعا هنلاحظوا إن إيش؟ ما كتبش الألفات. ليش؟ يعني اختصرها مشان القائمة تسع عندي ألفات، هاي 20000. وبالتالي هنا علما بأنه قيمتها القابلة للتحقق، يعني ممكن سعرها في السوق بيساوي 22، لا أنا باخذ دائما القيمة إيش؟ الأقل. هنا طرح العشرين، أصبح الجواب هنا كام؟ بضاعة بطلع 418 من التكلفة هذه، بطلع 4 اطرح 20 من 438 بطلع إيش هنا؟ 418. أصبح تكلفة بضاعة المتاحة اللي عندي للبيع تساوي كام؟ 418000 دينار. حنطرح هذه 418000 أو 418، نطرح من وين؟ من 990، حيطلع عندك مجمل الربح. لأنه واضح إيش مجمل الربح؟ هو عبارة عن كل المبيعات اللي بعناها، اطرح منها إيش؟ تكلفة البضاعة المباعة، بيعطيك مجمل الربح قدره 572000 دينار. هنا الآن خلصنا تقريبا 90% من مشكلة إعداد قائمة الدخل. ايش بدنا نعمل الان؟ بدنا نطرح المصروفات. ايش يا ترى المصروفات اللي عندي؟ المصروفات اللي عندي هي كالاتي. نرجع هنا، ها هيك امامنا، قال لك هناك مصروفات كذا كذا. وين مصروفات البيع والتوزيع اللي كان موجوده؟ مصاريف الدعايه والاعلان هاي 4 دينار، مصاريف نقل المبيعات هاي 5 دينار، مصروفات هذه، مصاريف الإيجار 2 دينار، يعني 2000 يعني هي، مصروفات الرواتب 7000 دينار، مصروفات إهلاك المشروع، آلات سيارات المشروع 8000 دينار، كل هالمصروفات هي بنجمعها وبنحطها هنا، ها زي ما أنتم شايفين، بس بنقسمها قسمين، مصروفات بيع وتوزيع خلال لحالها، مشان كده نعمل إفصاح جيد. 4 زائد 5 يساوي 9000 دينار، هاي مصروفات البيع والتوزيع، هاي 4 و5 9، ومصروفات الإدارية والعمومية 2000 مصروفات إيجار و7000 مصروفات رواتب، مجموعهم كام؟ و8000 إهلاك سيارات المشروع، مجموعهم 17000. أصبح 9 و17 بيعطي الجواب كام؟ كله معه 26. أصبح كل المصروفات عندنا 26000، حطناهم بالسالب بين قوسين لأنه حنخفض منهم إيش؟ حنخفض من مجمل الربح اللي هو 572. بطلع صافي الأرباح النهائية
تساوي ار 546. منين جبناها؟ طرحنا 26 المصروفات الاخرى التشغيليه الاخرى طرحناها من 572، طلع الجواب 546 الف دينار. هذا هو النموذج اللي عايزين احنا نتبعه ان شاء الله في اعداد قائمه الدخل. تبقى علينا يا اخواننا ان نعدل الميزانيه. لاعداد الميزانيه العموميه طبعا ننبه عليكم انه كل واحد طالب بيحاول يقرا هذا المثال بشكل جيد، وعندنا محاضره زوم دائما يوم المحدد يوم السبت، لاي معلومه لاي كذا لاي حاجه مش فاهمه بنتناقش فيها ان شاء الله. قائمه الدخل يا شباب يا بناتنا هي عباره عن القائمه اللي بنسميها احيانا الميزانيه العموميه. هي الميزانيه العموميه بتظهر المركز المالي للمشروع بصوره عادله. في نهايه السنه يجب أن يتم إعداد الميزانية العمومية وتبويبها بشكل يحقق الهدف من وجودها. إيش معنى ميزانية عمومية؟ أنتم بتلاحظوا اليوم لما عملنا قائمة الدخل أخذنا كل عناصر المصروفات وعناصر الإيرادات حطناهم وصنفناهم، حطينا الإيرادات فوق العبارة عن المبيعات، وطرحنا منها بالتسلسل المنطقي اللي هو المشتريات ومصروفات، طلع عندي صافي الدخل عندي كان المبلغ 546 ألف دينار. الميزانية العمومية عبارة عن أرصدة الحسابات التي لا زالت متبقية معايا. عندي رصيد في الصندوق، عندي رصيد في البنك، عندي رصيد مدينون، عندي رصيد أصول ثابتة، عندي رصيد أوراق قبض، عندي رأس المال. هذه مبالغ تعتبر عن أرصدة، هذه الأرصدة لا تغفل، الذي يغفل هو عناصر المصروفات والإيرادات، وبالتالي هذه الأرصدة تظهر عندي كممتلكات إلي، أصول إلي، أصول ثابتة أو متداولة، وإيش علي التزامات في هذه الأرقام اللي عندي اللي تشكل التزام علي أو مطلوبات مني. وبالتالي فقائمة الميزانية بتوفر إلي معلومات مفيدة عن قوة المركز المالي للمشروع، وبتظهر ما هي موجوداتي وما هي مطلوباتي وما هي حقوق الملك. يجب أن نراعي قاعدة عند إعداد الميزانية العمومية، إنه هذه الميزانية العمومية يتم تبويبها في جانبين، جانب أيمن وجانب أيسر. الجانب الأيمن يعني زي حرف تي بالضبط، اعمل كده مسطرة وحط حرف تي. في الجانب الأيمن هو عبارة عن الأصول، كل الأصول ثابتة ومتداولة، والموجود في الجانب الأيسر هو عبارة عن الالتزامات علي وحقوق الملكية. طبعا الالتزامات علي زي قروض البنك، زي أي سندات، أوراق دفع، دائنون، التزام علي. بالإضافة إلى حقوق الملكية، فحقوق الملكية هي التزام لصالح أصحاب المشروع على المشروع نفسه، فتسمى إيش؟ حقوق ملكية، لكن هي أيضا تشكل جزء من الالتزامات. الأصول الموجودة في الجانب الأيمن من الميزانية تصنف إلى قسمين، إما أن تكون أصول ثابتة أو أصول إيش متداولة، أو أصول كمان نضيف عليها حاجة تانية أصول غير ملموسة. يعني إيش أصول هذه غير ملموسة؟ أو تسمى أحيانا بأرصدة ومدينة. طبعا هذا ما يتعلق يعني بيصنف أصول ثابتة وأصول متداولة. نيجي على الجانب الأيسر هنثبت حاجة برضو بنفس الطريقة بنفس الاسلوب، التزامات ثابتة طويلة الأجل والتزامات متداولة. يعني بكون في الجانب الأيسر التزامات طويلة الأجل والتزامات قصيرة الأجل، ثم حقوق المساهمين. الآن هذه العناصر اللي تكون منها الميزانية، أصول ثابتة في الجانب الأيمن، أصول متداولة في الجانب الأيسر، هيكون عندي التزامات طويلة الأجل، التزامات قصيرة الأجل، حقوق المساهمين. الآن مشان نفهم هذه المسألة كيف يتم التبويب، جرت العادة دائما أن يتم تبويب الميزانية حسب إيه؟ حسب درجة السيولة تحيتها. يعني يا ترى إيش درجة السيولة لهذه العناصر؟ إيش مقصود هنا يا شباب بكلمة درجة السيولة؟ يعني مثلا الأصل الثابت هل هو سهل نحوله إلى سيولة؟ هل سهل نحوله إلى نقدية؟ هاي مقصود بالسيولة؟ لا، في حاجة أسهل منها في التحويل. مشان الأصل الثابت يتحول للسيولة بده بيع وبده إجراءات وبده كذا، لكن أصل السائل هو طبيعة السائل النقد أكثر سيولة، هو محول خالص. فأول حاجة بنيجي نعمل إيش؟ بنبدأ مثلا بإيش هو الأصول المتداولة. إذا كان أنا بدي أعمل في هناك ثلاث أسس لعملية إيش؟ التبويب.
الأساس الأول إنه إحنا بدنا نصنف ونبوي بالميزانية حسب صعوبة تحويلها إلى سيولة. لما نقول حسب طبيعة أو صعوبة تحويلها إلى سيولة، في هذه الحالة هنتحدث عن إيش؟ هنتحدث عن حاجات اللي هي صعبة تحول إلى سيولة، وبالتالي في هذه الحالة نبدأ بإيش؟ نبدأ بالأصول الثابتة. زي إيش الأصول الثابتة؟ زي مثلا الأراضي، المباني، الآلات، كذا كذا، السيارات، كل ما يتعلق بالأصول إيش؟ الثابتة. ثم نبدأ بعد ذلك بالأصول المتداولة. نبدأ بالنقدية؟ لا، نبدأ بإيش؟ الحاجة الأصعب، لإيش مثلا؟ المدينون، أوراق التجارية، وبعدين النقدية، وبعدين البنك، وما شابه ذلك. هذا هو متعلق إيش؟ حسب صعوبة تحويل إلى سيولة. ولكن إحنا هذا الإجراء المتبع الآن كأسلوب من أساليب التوبيب مش متبع إلا في الشركات اللي طبيعة عملها بتركز على الأصول الثابتة، زي مثلا شركات الكهرباء. كل عنده شركات كهرباء مش أهمها إن يجيب آلات ويجيب روافع ويجيب عمدان على الكهرباء والأسلاك والأمور هذه. لكن شركة مثلا زي المصرف ما بهم الرسول الثابتة كثير، بهم يكون عنده سيولة نقدية. وبالتالي هنا بيختلف التوبيب من أكثر سيولة إلى الأقل سيولة، أو من أكثر صعوبة السيولة إلى أقل سيولة، حسب طبيعة المنشأة نفسها، طبيعة أعمالها، وش العنصر المهم فيها. نرجع الآن إلى الالتزامات الأكثر صعوبة. نبدأ بحقوق الملكية. الحقوق الملكية من الصعب أن تتم تسوية الشركة، لأنه هناك في التزامات أكثر. الدائنون سهلة الحصول على أموال، بينما حقوق الملكية تبوب دائما هي إيش؟ في الأول، لأنه من الصعب أن تتحول وأن يتم تصفية الشركة إلا بعد ما ندفع كل الالتزامات اللي علينا. لذلك فهي من حيث السيولة هي صعب واحد يقترب عليها، لأنه حتكون هي الأخيرة عند التصفية. وبالتالي نبدأ بإيش؟ نبدأ بحقوق الملكية. ثم نبدأ بعد ذلك في المرحلة الثانية الالتزامات طويلة الأجل، لأنه إيش؟ يعني صعوبة كثيرة حتى نصل إلى سيولة. ثم بعد ذلك الالتزامات قصيرة الأجل. المنهج الثاني أو الأسلوب الثاني في التوبيب حسب سهولة تحويلها إلى سيولة. كيف يا ترى؟ هل سهل نحولها إلى سيولة؟ وبالتالي في هذه الحالة وين بنفكر؟ في جانب الأصول، النقد في الخزينة محول وجاهز، النقد في البنك محول وجاهز، ها المدينون مجرد أول مدينة تعال ادفع، بعدين البضاعة، وهكذا اللي كل هذه، وبعدين أوراق القبض، كل هذه إيش؟ في جانب الأصول. بعد كده بيجي تحت الأصول الثابتة بكل إيش أنواعها ومسمياتها. في جانب الالتزامات هتظهر عندي حقوق الملكية طبعا، هتظهر عندي إيش؟ الالتزامات قصيرة الأجل، بعدين الالتزامات طويلة أجل، بعدين تحت حقوق الملكية. يعني في جانب الالتزامات هنبدأ بالالتزامات قصيرة الأجل، ثم الالتزامات طويلة الأجل، ثم حقوق الملكية. وبعد كده إيش بنعمل؟ التقرير. التقرير عادة بميل الاتجاه في المحاسبة إلى عرض قائمة المركز المالي في صورة تقرير، وهناك اجتهادات في هذا المجال، اجتهادات كثيرة كيف يكون شكل التقرير. وبعضه بيقول لك لا، حنبدأ بالأصول المتداولة، واحد بيقول لك نبدأ بالأصول الثابتة. ولكن الصحيح إنه ننظر إلى طبيعة عمل هذه المنشأة. طبيعة عملها والله لها علاقة يعني تعتمد بشكل جوهري على الأصول الثابتة. ممكن نبدأ بالأصول الثابتة، تعتمد بعملها بشكل جوهري على النقدية زي المصارف، يعني العنصر الحاسم في أداء عملها هو وجود النقد. في هذه الحالة وجود النقد هو العنصر الحاسم، نبدأ بإيش؟ بالأصول المتداولة الأكثر سيولة. نبدأ بالنقد اللي موجود في الخزينة، والنقد لدى البنوك الأخرى، النقد لدى البنك المركزي، الاستثمارات. بعد كده إيش في عنده؟ استثمارات معينة، ثم إيش عنده في أرصدة مدينة، ثم بعد ذلك الأصول الثابتة باعتبارها هي عنصر مساعد وأساسي، ولكن ليس هي العنصر الحاسم في إيش؟ في الأنشطة التشغيلية للبنك. ثم لو جينا في جانب الخصوم هنبدأ بالودائع الجارية، لأنه أكثر سيولة مطلوبة لغرض النقد السائل. ثم لو بدأنا بعد ذلك هناخد الودائع الثابتة، الودائع الآجلة، الودائع التوفير، وهذه الأمور كلها إيه بتكون موجودة ضمن لو طلعنا على ميزانية البنوك حلقها ماشية بنفس هذا التصنيف. طبعا يا أخواننا الآن في ضوء هذه المعلومات، إحنا طبعا هتأخذوا أنتوا في إن شاء الله اللي بتخصص محاسبة
هياخد كيف بنعد الميزانية، هياخد أرقام حقيقية في مرحلة متطورة في المحاسبة المتوسطة، كيف بيعد قائمة الدخل وكيف بيعد الميزانية. هذه الفصل هو مجرد مدخل للتوسع وفهم الطريقة والأسلوب اللي بيتم من خلاله إعداد الميزانية العمومية وإعداد قائمة الدخل وكيف نعمل التسويات الجردية. الآن من خلاصة هذه المادة فهمنا يا شباب إنه كيف العمل المحاسبي بيبدأ، بنشأ أول مرة في إنشاء قيد محاسبي، يثبت القيد المحاسبي في السجلات، وبعد ما يتم إثباته في السجلات بيتم إيش؟ خاصة سجل اليومية العامة، ومن ثم ترحيله إلى سجل الأستاذ العام، وسجل الأستاذ العام بيتم ترصيده، جمع الجانب المدين والجانب الدائن، وبنطلع الرصيد من الطرفين، إما أن يكون رصيدا مدينا أو رصيدا دائنا. بننقل هذا الرصيد إلى ميزان المراجعة، وبعد ميزان المراجعة بنسميه ميزان مراجعة مبدئي. إيش بنعمل؟ بنعمل عملية تسويات جردية له، بنخفض بنزيد بنعدل في ضوء المعلومات الجردية الحقيقية، وبعد كده بنعمل قيود التسوية، وبعد قيود التسوية بنكون نعمل ميزان مراجعة جديد اسمه ميزان المراجعة إيش؟ النهائي. بعد ميزان المراجعة النهائي إيش بكون دورنا إحنا؟ بنقوم بإعداد قائمة دخل زي ما ضربت لكم مثال، كل عناصر المصروفات بنسجلها وكل عناصر الإيرادات بنسجلها، بنحط عناصر الإيرادات فوق وبنطلع منها عناصر المصروفات. زي ما أخذنا المثال، أخذنا المبيعات طلعنا صافي المبيعات، بعدين بعد طلعنا تكلفة البضاعة المباعة كيف، أخذنا بضاعة أول مدة زدنا عليها صافي المشتريات، بعد ما طرحنا منها اللي هي مردودات المشتريات طلع صافي المشتريات، زدنا عليها مصاريف النقل مصاريف الجمركية، جمعنا كل هذه الأرقام طرحنا منها قيمة بضاعة آخر مدة، طلعت تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، طرحناها من صافي المبيعات طلع عندي مجمل الربح، طرحنا من مجمل الربح مصروفات التشغيلية، مصروفات الرواتب، مصروفات الدعاية والإعلان، المصروفات الأخرى، طلع عندي حاجة اسمها صافي الربح. هذه قائمة الدخل اللي شرحناها لكم. كمان أيضا اتكلمنا عن قائمة الميزانية اللي بتعبر عن الأرصدة المتبقية في المشروع في نهاية العام، زي النقدية في الصندوق، النقدية في البنك، الاستثمارات، المدينون، أوراق القبض، الأصول الثابتة. ثم انتقلنا على جانب الخصوم وتكلمنا على أنه إيش في عنا حاجة اسمها حقوق الملكية، يعني بتعبر عن قيمة رأس المال. ثم أيضا نكتب في يظهر عندي في جانب الالتزامات اللي هي التزامات طويلة الأجل، إذا أخذنا قرض من البنك مثلا لمدة 10 سنوات فأكثر يسميه التزام طويل الأجل، إذا أخذنا قروض بسيطة أو حساب دائنون أو حساب أوراق الدفع، الدائنون أوراق الدفع وقرض البنك قصير الأجل تصنف ضمن إيش؟ قروض القصيرة الأجل. بالطريقة هذه إن شاء الله نلقاكم على خير، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق بعد هذه المحاضرات المستفيضة، وإن شاء الله في محاضرة الزوم إحنا مستعدين لأي استفسار ولأي معلومة عايزينها. نشكر لكم حسن استماعكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله في حياتكم في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.